الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أسلفنا يقف في الصلاة حتى تتفطر قدمه. لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يصلي صلاة القيام مع أصحابه، ثم تخلف عنهم صلوات ربي وسلامه عليه خشية أن تفرض على الناس. ثم جاء عمر رضي الله عنه في خلافته وجمع الناس من جديد، وكانت سنة قد سناها للمسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان، الحديث الأول من صام رمضان، هذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له قيام ليلة، غفر له قيام ليلة. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إلى قبل أذان الفجر، كل هذا قيام ليل. هذا الوقت كله يا إخوة في أفضلية، أول الوقت، ثلث الوقت، آخر الوقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا. عقيدة المسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل في العلو المطلق، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء. إذن الله عز وجل في السماء في العلو المطلق سبحانه وتعالى. هذا الرب جل جلاله وتقدست أسماءه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في الثلث الأخير من الليل. الموفق فينا يا أخوة الكرام الذي يشمر عن ساعد الجد ويجتهد في استثمار هذه الأوقات الأخيرة التي تتنزل فيها الرحمات وتتنزل فيها السكنات. الرب سبحانه وتعالى نازل يقول لك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ فنستثمر وقتنا في صلاة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قيام ليلة كأنك قمت الليل كله. من قام مع إمامه حتى ينصرف، انتبه. البعض شو يسوي يا أخوة؟ يصلي مع القيام ركعتين تراويح مثلا، أربع ست، قام راح. فلان: تعال ليش رحت؟ تعبت، باقي ركعتين، باقي ركعتين أو أربع، وتوتر مع الإمام، تكتب لك قيام ليلة. لا تتخلف يا رجل، ترك الحبيب الصلاة وراح، أنا تعبان. والبعض الآخر شو يسوي؟ يصلي مع الإمام صلاة القيام، يوم حزة الإمام بيوتر ترك الصلاة وطلع. حرمت نفسك أجر عظيم. ليش؟ لأن الحديث يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف. حتى ينصرف الإمام، مش تنصرف أنت، حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. زين، بس فيصل هو صلى وأنا بيني وبينك أبغي أرجع البيت أكمل صلاتي، فإذا وترت معاه ما يصير بعدين أكمل، لا يستوي. كمل مع الإمام، أوتر مع الإمام، خلاص أنت ضامن الحين قيام ليلة. أنت شو عرفك تطلع من عند الإمام؟ يمكن يا أخي ما تعيش، أضمن قيام ليلة، حطها في جيبك على قولتهم. بعدين تروح البيت إذا حبيت أنك تصلي عندك عدة طرق. لك أن تصلي ركعتين 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 بدون ما توتر، لأن الوتر اللي وترتها مع الإمام تكون مكفية والحمد لله. ولك إذا وصلت البيت أنك تصلي ركعة، هذه الركعة تشفع الوتر اللي وترته مع الإمام، بعد ذلك تصلي ركعتين 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 وتوتر في الأخيرة. ولك أمر آخر تفعله، وهو أن الإمام لما بيوتر يوم بيسلم أنت لا تسلم، قوم يجيب ركعة تشفع فيها الوتر اللي وترته مع الإمام. بعد ذلك الأمر لك واسع والحمد لله، ولكن الأفضل أنك تنتهي بصلاتك مع الإمام. من قام مع إمامي حتى ينصرف كتبه قيام ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. ما يصير الإنسان يوتر باليوم مرتين. تبغي تصلي أكثر يجيب ركعة زايدة شفع فيها الوتر اللي وترته مع الإمام، بعدين صل ركعتين ركعتين، ثم يجيب ركعة أخيرة أوتر فيها، وارفع يدك بين يدي الرب وادعو الله عز وجل. لك أن تدعي في سجودك، ولك أن تدعو الله عز وجل بعد ما ترفع من الركوع. ترفع يديك من الركوع، ترفع يديك: يا ربي اغفر لي وارحمني. والدعاء
يا أخوي الكرام له مقدمات وله آداب وله سنن ومستحبات، ما يكون بالطريقة هذه. الدعاء أول ما تبدأ فيه الثناء لله عز وجل، ثم تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو الله بما تشاء، ثم ترجع من جديد وتصلي على نبينا محمد تختم الدعاء. كيف يعني أثني على الله؟ تمدح الله، اللهم يا قيوم السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، يا من بيدك الأمر كله. هذا مش دعاء، هذا مش دعاء، هذا ثناء لله، تعظيم تمجيد. بعدين تقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم تشرع بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، وهكذا تمشي 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 بدعائك قبل ما تنهي تصلي على رسول الله وتختم. أكرر عشان تحفظها مني، تثني على الله، تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تدعو الله عز وجل بما تشاء، الأخيرة تصلي على رسول الله وانتهى الدعاء. هكذا هي الأداب التي شرعت للدعاء. أما بس تذي تعال ارفع يديك، لا، إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاهي. الله يغفر لي، الله يرحمني، والحبيب يلعب في التليفون، يلعب في السناب، يلعب في الانستغرام، الله يغفر لي، الله يرحم. الدعاء، الدعاء يحتاج من إنسان قلب خاشع، قلب متضرع بين يدي الرب سبحانه وتعالى. شدوا حيلكم يا أخوة، شدوا حيلكم يا أخوات، يا أباء أمهات. أسأل الله العظيم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنك يا ربنا يا رحمن يا رحيم جواد كريم.